مهندس محمود طاهر واحد من الناس المحترمه جدا على فكره، ومن الناس اللي انا على علاقه جيده بالمهندس محمود طاهر، وللمره رقم مليون، للمره رقم مليون. مش معنى ان انا كاسلام انتقد موقف ما عجبنيش في النادي الاهلي او من رئيس النادي الاهلي معنى كده ان انا ضد رئيس النادي الاهلي. مش معنى ان انا اجيب ضيف عندي في البرنامج يتكلم من وجهه نظره، انا ما اعرفش، انا لما بطلب الضيف ما ببقاش عارف الضيف هيقول ايه على فكره، يعني انا الكابتن ياسر ريان النهارده معايا، هو انا عارف الكابتن ياسر ريان هيقول ايه؟ ما انا ما اعرفش. فبالتالي مش معنى ان انا عندي ضيف او ان انا اكتب عمود انتقد فيه موقف معين او اسجل رفضي لموقف معين من رئيس النادي الاهلي ان انا ضد رئيس النادي الاهلي الحالي مهندس محمود طاهر. مهندس محمود طاهر انا شخصيا بصفه شخصيه انا بحبه وبحترمه جدا، والراجل عامل كمجلس اداره عاملين انجازات كثيره جدا، هنتكلم عن انجازات مجلس الاداره. فللمره رقم مليون مش معنى ان انا اسجل موقف وانتقد موقف ان رئيس النادي الاهلي ان يضع صوته خارج مقره الرئيسي ومقر اشهاره والمقر اللي الناس عارفينه من خلاله اللي هو مقره بالجزيره اللي هو جنب اتحاد الكوره، ويضع صوته في مدينه نصر. ده بالنسبه لي موقف، مش ان انا ضد محمود طاهر او المهندس محمود طاهر، لا ده موقف بيقول ان انا شخصيا كعضو عامل في النادي الاهلي في الجمعيه العموميه للنادي الاهلي بارفض هذا الشكل. يعني لو المهندس محمود طاهر تم انتخابه للاربع سنين جايين هطالب، هقعد معاه واطالبه ان هو بعد كده يتم التصويت في الجزيره. انا وجهه نظري كده، لكن مش معنى كده ان انا ضد المهندس محمود طاهر، مش معنى ان انا اجيب ضيف يتكلم في سياسات مختلفه ضد ما بيعملهاش مجلس الاداره الحالي، مش معنى كده ان انا ضد المهندس محمود طاهر. ما هو انا كان معايا المهندس كامل زاهر امبارح ولا اول امبارح في هنا في البرنامج، واتكلمنا عن فوز واداء النادي الاهلي، واتكلمنا عن انجازات مجلس الاداره خلال الفتره الاخيره. وبالتالي يا جماعه من فضل حضراتكم انا لما باجي اتكلم بتكلم عن شيء معين. حتى الان انا لم احدد كعضو عامل في النادي الاهلي انا هكون مع المهندس محمود طاهر اللي عامل انجازات كبيره جدا، ولا مع الكابتن محمود الخطيب الرجل الاداري الناجح، اللاعب الكبير جدا والاداري الناجح جدا على يدي زي ما بيقولوا، على يدي ناجح جدا وعمل اشياء كثيره جدا خلال 8 سنوات انا كنت فيهم في النادي الاهلي. فمحدش يفسر دايما موقف معين، خلينا موضوعيين شويه، لما حد يجي ينتقد ينتقد، ولكن خلينا موضوعيين شويه في الانتقاد. انا انتقدت موقف بعينه عمله رئيس النادي الاهلي، ولكن انا قلت قبل كده ان مجلس الاداره الحالي في النادي الاهلي عامل انجازات كثيره جدا وهنتكلم عنها في وقتها. فمش معنى كده ان انا ضد المهندس محمود طاهر، بالعكس انا لست ضد المهندس محمود طاهر ولست ضد الكابتن محمود الخطيب. انا برضو مش مع المستشار مرتضى منصور ولا مع الكابتن احمد سليمان. احنا دايما بنحاول من خلال وجودي هنا في هذا المكان، انا بحاول زي الخط اللي قدامي ده، بحاول ابقى في النص كده دايما، بحاول دايما ابقى في النص ما بين اليمين وما بين الشمال.